السلام عليكم، معكم ASMR مالك. اليوم سبب قطعت تقريبا ممكن شهر 20 يوم كذا، 15 يوم. أول شيء قطعت 3 أيام علشان كنت تعبان. حساسية والأجواء هذه. بعد 3 أيام هذه توفى جدي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة. فكان عندنا عزاء وما قدرت أصور لكم، أتمنى أنكم تقبلون العذر. وبعد الأيام هذه جت الاختبارات الشهرية. إن شاء الله في فيديو من الفيديوهات راح أقول لكم عن معلوماتي الشخصية. لا تنسوا تضغطون اللايك، اشتراك، نشر عند الأصدقاء اللي يفهمون الاسمر. لا تسرون لأي أحد علشان ما أجيكم أنا بالبيت وأطلع لك من وراك. فكرت مقطع أصوات الإيموجيز راح أشكال الإيموجي تتحرك مع يدي، أتمنى إني أقدر أضبطه. لا تنسون اللايك. يلا
صعبة بالوقت هذا. بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بكرة أو بعده راح ينزل مقطع بالتيك توك. صوت الثالث. مقاطع اليوتيوب ان شاء الله تكون يومية ان شاء الله. اذا كان الدعم زيادة وزيادة اكون انزل زيادة وزيادة.
قصتي المقطع ممكن المقطع هذا قصير أدري، لكني شوي أبطيت عن الإزمار. أسترجع كامل القوة إن شاء الله غدا ومع فيديو تيك توك إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة. لا تنسى إني أحبكم كلكم لأنكم تدعموني كل يوم، ولي سبا لو آخر الليل صلاة الوتر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله.